بسم الله الرحمن الرحيم. ألف نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن إن
الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم عليك وعلى آل يعقوب وعلى كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن حكيم إن ربك عليم حكيم صدق الله.